بيت الغدد اللعابية، وحاضرة بحضنا الدكتورة فرح الهذيلي، طبيبة مختصة في أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع ده تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. ألو إيفام سبيسيال سانتي باي ميد بوينت إن. دكتورة مرحبا بك بحضنا في إيفام. عسلامة، مرحبا بكم للكل. عايشك الله يخليك. دونك دكتورة، اليوم احنا باش نحكيو على التهابات الغدد اللعابية. فما برشا عبيد ما يعرفوش شنو هو المرض هذاك، علاش احنا حبينا وخممنا انه نخدموه، على خاطر ما يعرفوش هو موجود وساعات ما يفيقوش بيه، اي موجود وما يستهانوا بالحكاية. دونك هكا اليوم باش نحكيو عليه، باش نفسروا لهم شنو هي الساعة ديجا الغدد اللعابية، اللعاب هذايا شنو وظيفته في جسم الانسان، شنو قاعد يعمل، شنو الامراض اللي تنجم تجي في الغدد اللعابيه، بيان سور طرق العلاج. وانا لقيت شويه حاجات جديده هكا، ماك تعرفتي ما فركس انا، قول لي من بعد انت اسكو موجودين والا لا. هات اليوم نفسروا لهم شنو هو المرض نتاعنا اليوم. باهي، نبداو قبل شنو هما الغدد اللعابيه. برشا عباد ما يعرفوهمش وما يعرفوش وين يجيو. الغدد اللعابيه هما تو سامبلومون الغدد اللي يفرزوا اللعاب، البزيق باللغه الدارجه نتاعنا. الطريق نتاعنا. ثم هما برشا غدد موجودين ايسونسيالمون في الراس والرقبه. عندنا ثلاثة غدد رئيسية اللي هما الغدد النكافية وإلا لي باروتيد، اللي نلقاوهم بحذا الفك مقابلين الأذن، وفيهم نقولوا احنا اون باغتي من الفوق سطحية وون باغتي بروفوند اللي هي تبدا غارقة لداخل، مهمين جدا. وعندنا الغدد اللي يجيو تحت الفك اللي يسميهم الغدد لي سو ماكسيلير ولا سو مونديبولير، اللي هما يجيو تحت الفك. وعندنا الغدد سوبلانغوال اللي هما تحت اللسان. باهي، وفما مئات الغدد الاخرين صغيرونات متوزعين في الخشم، في الحلق، في اللسان، في البحشيشه نقولوا احنا في اللغة، متوزعين وعندهم زاد دور نتاع افراز اللعاب اللي هما غدد ثانوية. باهي، الغده النكافيه اللي هي الباروتيد اللي هي تجي قلنا قدام اللسان، قدام سامحوني الاذن، هابطه حتى ايش للرقبه. كيما نشوفوا في التصويره تو، واش معناتها تفرجوا فينا في اف ام تي في اللي بالاصفر هذوكم الكل. اكزاكتومون، وهما راهم الغدد هذوكم. الغده هذه بالذات عندها برشا يعني غدد يفرزوا اللعاب، وكل واحده تصيف في قناه نتاعها، وكل القنوات الفرعيه كل يتلموا في قناه رئيسية اللي هي تخرج في الحلق من داخل، في سامحني في الخد من داخل، مقابل الزرسة قبل الاخرانية الفوقانية. باهي، ساعات نلعبوا ثم شكون يقول كي نبدا نلعب باش مين يخرج لي ماء في فمي. اون فيت هي الغده النكافيه. باهي، هذاك نسميوه الاستينو، وهذه حاجه مهمه لازم نركزوا فيها. نتعداهم بعديك، واللعاب نتاع الغده هذه لعاب بلوتو سائل كي الماء. باهي، ثم الغده اللي هي تحت الفكين. الغده هذه عندنا واحده على اليمين وواحده على اليسار. تخرج كالعاده تفرز اللعاب نتاعها، ثم القنوات الفرعيه، ومن بعديك القناه الرئيسيه اللي اسمه لوفارتون، اللي هو قناه طويله شويه ويحل تحت اللسان. ثم حتى كي نثبتوا تحت اللسان نراهم ثم نقبتين صغار كي نزلوا عليهم يخرجوا لعاب، واللعاب هذا يبدا شطر سائل وشطر لزج احنا نقول. باهي، وفما الغدد سوبلانغوا اللي يبداو تحت اللسان، واللي بلوتو اللعاب نتاعهم هو لعاب لزج. باهي، انت قبيله قلت لي وشنو اهميه اللعاب هذا؟ اللعاب هو حاجه مهمه جدا جدا جدا. اللعاب هذايا تعرف ما يعرف اهميه نتاعو كان اللي ما يبدا ما عادش عنده لعاب. اللي برشا ثم بعض الامراض اللي يعملوا لي راديو ثيرابي، هذوكم كي يشيح الفم ولي ما عادش فما لعاب، وقتها فريمون نعرفوا الاهميه نتاعو. اللعاب اهم حاجه نبداو بها اللي هي سهله، اللي هي ترطيب الفم، لوميديفيكاسيون. الحاجه الثانيه اللي هو اول عمليه يساهم في اول عمليه من عمليه الهضم. اللعاب هذايا والبلع زاد، نجموا نبلعوا الحاجه كان ما نغلفوها بشويه نرطبوها. باهي، تتعدى صحيح باش نجمو نبلعوها. الحاجه الاخرى فيها انزيمات، والانزيمات هذوما متعدة، واهمهم الانزيم اللي هو اسمه اميلاز، وهذا يبدا يكسر في النشويات، دونك نبداو عمليه الهضم. ذاك علاش لازم نبغضوا مليح باش نجمو نبداو عمليه الهضم نتاعنا. فما زاد اللعاب هذايا فيه الفوسفور والكالسيوم اللي هما مهمين نعرفوهم للسنين نتاعنا. كان يشيح فمنا يتيح وراه سنين يصير فيهم برشا مشاكل، وزملائنا بدا لي دونتيست ينجموا ياكدوا هذاك. دونتيفريس ربين يقول اكزاكتومون، بارتي صحيح، مهم جدا. وحاجه اخرى فيه راهو اجسام مناعيه، فيه دي زيمينوغلوبولين هذوما لي زونتيكور اللي يبداو زاد كيف الفم من اكثر الحاجات اللي في عندنا بكتيريا، عندنا فيروسات، دونك ديجا نبداو العمليه المناعيه والتنظيف من اللي يبدا من الفم. غراس شنو؟ غراس للعاب والغدد هذوما اللي يفرزوا اللعاب هذايا. انت قلت دكتوره البارتي اللي من هنا اللعاب نتاعها سائل واللوطه فما لازم شويه
انا اللي نعرفه معني واللي يعرفوه العبيد اللي لعاب سائل، اسكو كل بلاصه عندها نوع نتاع لعاب ولا هي تخدم في بلاصه ومن بعد كي تنتقل لبلايص الاخرين؟ كل غده تخرج لعاب انت والكونسيستونس نتاعو، فهمت هذاك شنو يفرق؟ دونك يفرق المكونات نتاعو. باهي هات ننطلقوا للامراض نتاع الغده اللعابيه. باهي الامراض نتاع الغده اللعابيه متعد. اهم حاجه انا علاش جو تروف امبورطون السوجي هذايا، على خاطر برشا ما نعرفوهمش الامراض هذوما، وباش يبداو جينيرالمون تبدا بنفيخ. باهي هما يعرفوا حوجه بركه تشبه لها اللي احنا نعرفوها برشا، اللي هي البغبة. صحيح يعرفوا كان البغبة. صحيح البغبة يمثل اللغه الغده النكفي. باهي البغبة هذا يعطي نفيخ يا اما على اليمين ولا على اليسار، قليل برشا باش يجي فريمون نادر برشا دي دو كوتي. باهي لكن النفيخ هذاك اللي على اليمين ولا على اليسار جينيرالمون معاه هو شنو هذا، هو شنو يجي؟ يجي للصغار والا للكبار، والسبب نتاعو فيروس. باهي لو فيروس دي زوريا. البغبة هذا ينفخ من جهه برك في الغده، معاها شويه وجيعه، معاها شويه سخانه، معاها البلاصه كي نمسوها تبدا سخونه، على خاطر قلنا اللي هو تعفن فيروسي. فما زاد التعفنات البكتيريه، وفي التعفنات البكتيريه كالعاده علامات التعفنات شويه سخانه، شويه وجيعه، شويه فشله، البلاصه كي نمسوها تبدا سخونه، وجينيرالمون زاد كي ننزلوا على الغده نتاعنا يخرج من المخرج نتاعها في وسط الفم القيح. هذيك راهو فما تعفنات لازم نمشيو نداونو، هذوما التعفنات اللي تاع الغدد، وقليل برشا باش يبداو من جهتي. بعد نتعداو ثم امراض مناعيه. قبل الامراض المناعيه دكتوره سؤال وبعد ننطلقوا نكملوا الباقي، اسكو فما علاقه بين العبيد تمرض برشا بقرجمها وبين الامراض بالمرض هذايا نتاع الغده اللعابيه والا لا؟ خاطر فما برشا عبيد هو يمشي لهنا ما هو يمشي في باله النفاخ في قرجمه، هو متقلق من قرجمه. ماهمش نفس الاعراض اللي يمرض بالغدد يعني التعفنات تاع الغدد النكفيه قليل برشا باش يقول قرجمي مثلا كي نبلع توجعني ولا حاجه، ماهمش كيف كيف. برشا يخلطوا ما بين الغدد النكفيه والغدد اللمفاوي. كي يمرض بقريجمو يصير له نفاخ بحذا الغدد اللعابيه، دونك ثم نوع من الخلط من هذيك، ماهمش نفسه، ما يعطيوش فرد، ماهمش فرد اعراض. يعني الغده فريمون تاع النكافيه نفاخ يبدا قدام الاذن هابط مع الفك، كي يكبر برشا يقلق حتى في باش نحلوا فيمنا، البزيق بيدو المطعم نتاعو يتبدل، الوجيعه يعطي وجيعه، يعطي سخانه كي نمس البلاصه هذيك، هو ديجا ملي يبدا يتنفخ وجهه يتبدل القسمات الوجه دونك تقلق. الوغ كو في الجريجم والا في الحلق ولا حاجه اخرى ما فماش تبدل في المنظر الخارجي نتاع الوجه، دونك تعطي على نتعداو يعني في امراض اخرى. اخر دكتوره تنحكيو على العلاج وطريقه التشخيص نتاع المرض هذا، ما كنا نحكيو على الامراض وصلنا للامراض المناعيه، شو مدخلهم في الموضوع هذا؟ باهي فما بعض الامراض المناعيه يعطيو الشيح في الفم اللي هما منهم كيفاش نقولوا لو سندروم دو جوغرين، المتلازمه جوغرين، هذوما اللي يعطيو شيح في الفم ويقلق برشا الشيح هذاك كيما قلنا على اهميه اللعاب، ويعطي زاد نفاخ وتصلب في الغدد اللعابيه، يقلق برشا برشا راهو المرضى. والحاجه اللي هذايا متلازمه جوغرين تنجم تدخل في برشا امراض مناعيه، ولازمنا نحسنوا القلق هذاك اللي عند المرضى. ومن الاسباب زاد اللي تقلقنا شويه مع هذايا اللي لازمنا نتبعوهم، على خاطر بالوقت نجم تعطينا اورام في الغدد اللعابي. باهي دونك لازمنا ردوا بينا كي بدا عندي شيح في الفم ما نسكتش عليه، نمشي نعدي جينيرال نعدي عليه نفهم هو شنو السبب نتاعو، باش كان ثم هذايا متلازمه جوغرين ولا حاجه اخرى نداويوها على بكري، ونديما نعملوا التقصي المبكر نعسوا على بكري باش ما نوصلوش ساعات يجيو مرضى في مراحل متقدمه جدا يبدا عنده ديجا الورم في الغده اللعابيه نتاعو والمرض نتاعو متقدم جدا. فهمت؟ باهي بخلاف الحاجه هذه ثم ما دام جبدنا على الاورام الاورام. باهي ثم هذه حاجه مهمه جدا، برشا عبيد في الاورام نتاع الغدد اللعابيه ما يعرفوهمش. دونك كي تطلع له نفيخ هذيك في الغده اللي هي قدام وذنه عنده كعبوره، ولا تحت الحلقه وتحت الفك تحت العظم نتاع الفك عنده كعبوره، والا القدام شويه ثم كعبوره اخرى يسكت عليه. وكي يسكت عليها والا قلاية نمشي نعدي بالك شي غده لمفاويه بالك شي ابسي وبرا وراو حتى فما يعني يا عبد اخر يقولوا لي حكايه فارغه راهي غده تطيخ شويه دويه تتنحى، ماهوش صحيح. الحاجه المهمه راهو كانت زيت طلعت كعبوره وبدات تكبر وما تتراجعش راهي نخاف منها ونمشي نعدي عليها. هذه حاجه مهمه نعاود ناكد راه لازم نعديو عليها ما نسكتوش عليها. علاش؟ على خاطر الاورام في الغدد اللعابيه تفرق. نبداو من الغده النكافيه الباغوديت اللي حكينا عليها، الحمد لله هي غده كبيره
اما اغلب الاورام تاعها حميده 85% 85% حميده، تاخذوا 15% تنجم تكون خبيث. باهي، نتعداو للي تحت اللي بعدها، الغده اللي تحت الفكين اللي هي لاسو ماكسيلير، هذه 50-50 تنجم تكون حميده كيما تنجم تكون خبيث. نتعداو اللي تحت اللسان اللي هما صغار بالكل، اغلبيه تكون خبيث. هذاك علاش ديما كنقول، هذاك علاش انا ناكد على التشخيص المبكر. والتحدي نتاعنا في الاورام الكل اللي احنا نثقفوا ونوعيوا العباد باش يعرف اللي هو ديريكتومون يمشي عادي، ديما التشخيص المبكر يخلي المريض يعني يصح ساعات في 100% يعني يصح على روحه، فهمت؟ دونك سي تري تري امبورطون. باهي، دونك الامراض الخبيثه تتعاكس مع حجم الغده. باهي، اش تقول لي انت شنو باش يحس المريض؟ كيفاش باش يعرف روحه؟ تطلع له كعبوره؟ تطلع عنده جيعة، عنده يحس كي الضوء في البلاصة هذي كذا، ما شكون تفضل يحس اللي نفخ هذاك يخرج له دم من المخرج نتاع الغدة. شنو آخر؟ ساعات كي بدا ياكل هي تتنفخ، جوست بعد ما ياكل تتنفخ بالكدا بالكدا. وشنو آخر؟ فما زاد في حاجات متقدمة صعوبة فتح الفم. باهي، يولي ما عادش نجم يحل فمه بالكدا. تاخذ برشا وقت باش تولي الحكاية هكا ولا فيسع فيسع؟ سا ديبون انتي ونوع المرض، هذاك علاش حنحكيو اللي ثم انتي والورم اللي عنده، فهمت؟ دونك ما تسكتش عليه على بكري، هي تنفخت وانا نمشي نعدي عليها باش نفيق بها على بكري. باهي، اهم حاجه نحب نحكي عليها هي العوامل، وقتاش شنو هما العباد اللي نجموا يعملوا اكثر ديكونسيغ والا اورام خبيثه ولا ساعات حتى حميده في الغدد اللعابي. كالعاده التدخين والكحول ناكد عليهم برشا برشا، التدخين والكحول عندهم بلاصه كبيره برشا في الغدد اللعابيه. فما زاد بعض الخدمات اللي فيهم برشا مطاط ولا استخراج مواد من المطاط، توكي بلاستيك ومطاط، هذا زاد كيف كيف يبداو عندهم عرضه اكثر للامراض هذيا. وفما زاد السمنه اللي هي عامل شاسع نتاع توسكي امراض وراميه وكسوة خبيثه والا لا. وهذوما اسونسيلمون، هذوما اسونسيلمون. باهي، بخلاف الاورام دكتوره. باهي، بخلاف الاورام الاخرين عندنا ضيق القناه اللعابيه. القنوات اللعابيه الكبيره اللي حكينا عليهم ساعات يضيقوا، دونك يضيقوا اللعاب ما عادش يخرج، ما يلقاش منين يخرج، دونك تتنفخ الغده. منيش تضيق هي هكاكا؟ ثم بعض الامراض، ثم ساعات لا راديوثيرابي، المرضى اللي يداويو بالاشعه اللي ياخذوا الطب النووي، ثم برشا سورتو سكي اشعه ينجم يعطي الضيق هذاك، فهمت؟ فما زاد جراحات تصير مثل شو اسمه المجرى هذاك. باهي، وفما التهابات يصيروا عند الصغار، حاجه اسمها باغ اكزومبل لا باروتيد جوفينيل ريكورونت، التهابات في الغده النكافيه بصفه برشا مرات تصير عند الصغير. تقول لي من شنو؟ مازال ما نعرفوش السبب تاعها بالكدا، اما تصير برشا مرات. وفما توا طرق جديده في العلاج عاونتنا باش نجموا فاسيلمون اون ريغل لو بروبليم، نداويو الصغير هذاك ونفرهدوه. باهي، هو نلقيت شويه العلاج دكتوره، ما فما الحصى في المجاري هذايا حاجه مهمه لعابيه. فوالا، برشا عباد ما يعرفوش احنا نجموا نعملوا الحجر في المجاري اللعابيه. نعرفوا الحجر في المراره، نعرفوا الحجر في الكليوي، وما نعرفوش فما الحجر في المجاري اللعابي. باهي، منين تتكون الحجره هذه؟ الحجره هذه تتكون من الكالسيوم، كيما وجينيرالمون تصير عند العباد اللي يعملوا برشا حجر ديجا، يبداو عائلات ولد عنده ديجا هو عمل حجر في المراره وعمل حجره في الكليوي، كيما تنجم تصير عند عبد عمره ما عمل حجر في بلاصه اخرى. كيما تشوفوا في التصويره كيكا اكزاكتومون، كيكا في التريتمون نتاع تنحكيو عليه نتاع بالمنظار. باهي، شنو يعمل الحجره هذه؟ حجره باش تجي تسد المجرى. كي تسد هي المجرى نتاع اللعاب، كسوا يكون مجرى ثانوي والا مجرى رئيسي، انت والحجم الحجره هذيك وبلاصتها تعطي انتفاخ، والانتفاخ هذا يمشي ويزيد. وسيرتو كي ياكل، والا ساعات كي ياكل برشا النشويات يعني ينفخوهم بالكدا. الكحول اللي يتناولوا برشا جعه، يقول لك بعد ما يشرب الجعه هذيك يتنفخوا الغدد نتاعو. سيرتو الغده اللي فيها الحجره. والا ينجموا زاده بعد ما تتنفخ يصيروا تعفنات. فهمنا؟ دونك هذاك علاش وقت نداويو التعفن وبعديك نمشيو نداويو الحجره هذي. هذي هو تقولي انت قداش فما عباد يعملوا الحصى؟ راهي حاجه شاسعه، راهي برشا عباد عندهم يعملوا الحجر في المجاري نتاعهم. ليزيستيماسيون يقول لك واحد على 50,000 الى 100,000 عبد، دونك موجوده
صفه تسمى في الميدسين يعني حاجه موجوده برشا. هو تراكم تاع كالسيومات لي كريستو دو كالسيوم يتراكموا وبداو يلصقوا للي تكبر الحجر هذيك. في العاده يقول لك على مدار السنين هي تكبر 1 مليمتر تزيد اون موين معدل 1 مليمتر في العام. نجم تكون زادة سبب راهي تلمون الحجره كبيره والبزاق ما يلقاش منين يخرج، يتكون تورم انفاخ في الوجه مقابل الغده، وكي التورم هذاك يولي يتعفن وبعد ما يتعفن تولي لحمه البلاصه تحمر للي يوصل يخرج ساعات تصير انفستول، يعني يصير قناه جديده في الجلده في الوجه يخرج منها البزاق وجينيرالمون يبدا متعفن. باهي هذوما في لي ستاد افونسي اللي ما مشاش عاد على بكري. باهي والبلاصه هذيا اللي توصل ساعاتك البزاق هذاك ما قلنا فيه انزيمات ولا فما اللي زيد يسكت عليها. دونك غيرك النقبه صغيره تبدا تاكل في الجلده تبدا تدور وتاكل في الجلده خاطر الانزيمات هذوكم ياكلوهم. دونك يصير حفره في الوجه وبرشا مشاكل اخرى. باهي هذوما ابرز الامراض. هذوما ابرز الامراض تعدينا عليهم. ملي بدينا وانت تقول لازمك تمشي تشخص على بكري، لازمك تمشي للطبيب على بكري. هذاك التحدي نتاعنا. دونك في التشخيص شنو يصير؟ باهي كي يجي المريض اول حاجه كي العاده ناخذ وقتي ونحكي معاه نفهمه. لازم يحاول هو بيدو يبدا منتبه وقتاش تنفخ الغده هذيك، من وقتاش تنفخت يلاحظ فماشي حاجات كي ياكلهم ينفخوا اكثر الغده هذيك وحاجات اخرين لا. اغلب الوقت تتم نسميهم لي كوليك ساليفير، يعني تنفخ بعد الماكله وبعد تتفش وبعد عاود تتفخ بعد الماكله وبعد تتفش. داير هذيك ما نخافوش منها برشا خاطر نعرفوا يا اما حجره يا اما التهابات، اغلب الاوقات تبدا على حجره. اوكي مش كيما يبدا يقول لي راهي بدات تنفخ وماشيه وتكبر وتكبر وعمرها ما تتفش، وقتها نولي نخمو في الاوراق. من بعد هذاك الفحص يصير بالبالباسيون، يعني نمسوا البلاصه مثلا كي انت والبلاصه مثلا تو كيما في الغده النكافيه والا سورتو الغده اللي تحت تحت الفك. الفحص يصير نلبسوا دي غون في وسط فم المريض وتحت فم المريض وتحت الفك باش نحاولوا نشدوا الغده هذيك ونتبعوا المجرى نحسوا شي فما حجر قريبه، خاطر ساعات راك تبدا حجر قريبه برشا من المخرج للخرين يعني القريب تحت اللسان تك نخرجوها في وسط العياده ويتفرهد المريض وقتها بالكدا بالكدا. فهمتك. ومن بعد تم الليكوغرافي اللي هي التشخيص يقولوا لها المرضى تصويره بالتلفزه، تعاون برشا برشا في الحاله نتاع الغدد النكافيه. نعملوا التصويره بالتلفزه نشوفوا فما شي حجره فما شي التهابات فما شي ديسيني نتاع تعفنات ماشي ورم، وسولو الريزولتا وحنا والنتيجه نتاع الغده نتاع التصويره بالتلفزه نعرفوا روحنا باش نمشي نطلب بي غام لا باش نمشي نطلب تصويره بالاشعه، فما توا سكانير وفما الكون بيم كي نبدا نشك في حجره. فهمت احنا وشنو نلقى وعلى اساسه باش نختاروا العلاج المناسب بطبيعه. لا معين عندي ليكوغرافي توجهني شنو السبب. فما سبب نقف ليكوغرافي ونداويه وفما سبب اخرين لازم نزيد نعمل اكثر باش نعطي المريض تشخيص، يعني هو جاي باش ياخذ تشخيص وباش ياخذ علاج يحب يفهم منين بديت وشنو هو العلاج اللي حاجته به. دونك لازمك تفسر له، لازم تقول له راه هو يعرف التمشي رانا بالتصويره بالتلفزه باش نعرفوا نجموا نقفوا غادي كيما نجموا نزيدوا نعملوا اي غام والا نعملوا ايكوغرافي سورتو في الاي غام باغ اكزومبل في الاورام. طبيب الصوره تاع الاشعه الغاديولوج ينجم يوجهنا خاطر ثم دي تكنيك متقدمين في الاي غام وهو يقول راهو الورم هذا بلوتو خبيث راهو هذا بلوتو ماهوش خبيث راهو حميد، يوجهنا بالكدا بالكدا في الاي غام، يعني يتعاوننا حاجه مهمه برشا في التصوير الغدد اللعابي. الحجره كتبنا عندي اكثر حجره نطلب تصويره بالاشعه ثم سكانير وفما حتى اقل اشعه من سكانير الكومبي. فهمت؟ باهي بعد ما كملنا التشخيص وقمنا بالفحوصات الكامله باش نتعدي للعلاج. العلاج كان فما تعفنات والا فما جوست يعني باروتيديت تاع والا يسوماكسيد بجرثومه باش ناخذ اسونسيلمون الدويات. دويات ننظفوا فمنا حاجه مهمه ما قلتهاش اللي هي راهو لا بونيجين بيكو دونتير، يعني النظافه نتاع الفم مهمه جدا، الحكين واللي باند بوش ونشرب الماء بعد ما ناكل وكل مهمه جدا على خاطر مين باش يدخلوا جينيرالمون جراثيم يدخلوا بالمقلوب، راهو يتبع المجرى المخرج الخارجي تاع المجرى ويبدا يدخل بالمقلوب اللي باش يجي المجرى كله في الفم. دونك انا كي ننظف فمي كل نقص على روحي لي ريسك نتاع لي زانفيكسيون هذوما. باغ اكزومبل الامراض المناعيه قبل ما كانوش عندنا دي تريتمون توا ولينا نجمو باستعمال المناظير اللعابيه
اللي ندخلوا بالمجرى العكسي ونحطوا واحنا نغسلوا المجاري نتاع الغده وان بو انجكتي دي برودوي اسونسيلمون دي كورتيكويد اللي يفرهدوا المريض نعاونوا يتفرهد شويه نقصوا عليه الاكزيروستومي الشيح اللي عنده في الفم. هذه لقيتها دكتوره انا وجديده جديده زولي نيونيو معناها من اخر ما صدر في المناظير من 2001 وتوا في تونس زاد ولاو موجودين نجموا نعالجوا بهم المرضى ونحسنوا طرق العلاج نتاع الامراض هذوما. انا دكتوره اللي قريتوا معناها على المناظير وتعرفين نقرا على حد عرشي قال قال الراجل نعرف اللي قبل كانوا يعملوا جراحات في المشكله نتاع الغدد اللعابيه وكانت الجراحه بلوز اوموا ريسكي ولا خطيره شويه والمناظير هذيا حسنت شويه كما نقولوا نسبه النجاح ولا نتاع الشفاء نتاع المريض هكا والا لا؟ اي الو المناظير هذوما لازم نعرفوا انهم اول ما ظهروا ظهروا في 2001 ما بين سويسرا والمان. كي ظهروا هما مناظير دقيقه جدا 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 يفوق يعني لازم نفهموا اللي هما راهو ساعات دو لوغدر دو مليمتر. ثم منظار تشخيصي وفما منظار ثيرابوتيك نداويو به. المنظار هذايا راهو ساعات التشخيص 1.1 لو ديزيام دو مليمتر. باهي هي كاميرا صغرونه ندخلوا بها من الثقب الخارجي نتاع المجرى نتاع اللعاب ونبداو نتبعوا بشويه بشويه للي نخلطوا وتعرضنا الحجره كيما في التصويره اللي عندنا. باهي هذيك تصويره المنظار. باهي وتصويره الحجره هنا هذيك احنا في وسط الغده. باهي وكي نشوفوها ناخذوا المنظار الثيرابوتيك اللي نداويو به اللي هو فيه ثلاثه قنوات وكي ثلاثه قنوات هذوكم واحده نعديو فيها الماء باش نجمو نشوفوا واحده ونوسعوا المجرى واحده نشوفوا بها قدامنا واحده نعديو فيها نوع من الشبكه احنا نقولوا كيما الشبكه المنظر نتاعها باش نشدوا الحجره ونخرجوها. اوكي اسكو فماش فرصه انه الحجره هذيك تتفتفت في وسط الوحده كيما الحجره احنا نعرفوا توا ولينا ثما امكانيات ثما توا مثلا بالليزر يدخل كي تبدا كبيره برشا نجموا نفتفتوها ونجبدوها بالطرف بالطرف. ساعات راهو الحجره تبدا تلمون كبيره وتلمون لداخل يعني وثنيتها وبلاصتها طويله وقتها نوليو نعملوا اون تكنيك ميكس معناتها يعني ندخل بالمنظار نشوفها هي وين ما نجمش نجبدها هنا بالمنظار سولون البلاصه والحجم نتاعها نقمرها نقعد هنا بالمنظار نكمرها وبعد نعملوا فتحه صغيره جدا في بلاصه نعمل فتحه الكبيره باش نتاع الجراح نعمل فتحه صغيره جدا قدام الاذن وندخل نحي جوست نجبدها الحجره من بلاصه من غاديك ما غير ما نحي الغده الكل ما غير ما نحرم المريض من الغده نتاعو فهمت وما غير ما ناخذ لي ريسك زاده نتاع الجراحه نتاع الغدد كيما باغ اكزومبل في غده النكافيه اللي هو العصب السابع اللي هو عصب مهم جدا اللي هو العصب نتاع الميسكلويد والعضلات نتاع الوجه الكل وماهوش سهله الجراحه نتاعو في جراحه الغدد اللعابيه جراحه دقيقه جدا وتتطلب برشا وصعبال وناخذ وقتنا بالكدا بالكدا ونقعد نتبعوا خاطر ردوا بينا وديما نخافوا على العصب السابع. باهي اي ليه معاك جوست موصي فيهم جوست دكتوره كي في الجراحه اسكو تتنحى الغده اللعابيه بكلها ولا كيفاش يصير معناها؟ الجراحه سا ديبون ديما احنا وشنو علاش نعملوا في الجراحه؟ ما نمشيوش مش اي مريض يجي عنده كعبوره ولا نفيخ في الغده نمشيو نجريو باش نقولوا ليه؟ احنا والسبب الورم لازمنا نعملوا جراحه ما فيهاش. باهي الجراحه تفرق ما بين نوعيه الورم علاش قلت لك الياغام تعاوننا برشا وتفرق زاد عندي غدد لمفاويه ولا لا اكثر خبيث والا مش خبيث ولا حميد البلاصه نتاع الانتفاخ ونتاع الورم هذاك وين موجود فهمت فما زاد راهو قبل كنا ديما على الحسويات نعملوا جراحه تعاود برشا مرات الامراض وكل نمشيو نحيوها الغده الكل فهمت في الغده النكافيه فما زوز انواع فما ليكزو فاسيال يعني نهزوا البارتي نتاع الغده اللي فوق العصب السابع نقعدوا نتبعوا العصب السابع ونتبعوا الخمسه لي برونش الكبار نتاعو لي برونش الصغار نتاعو التفرعات نتاعو الكل ونهزوا الغده اللي فوق كهو باهي وفما ساعات لازم نهزوها الكل باهي احنا والورم كيف كيف الغده اللي تحت الفك كيف كيف ده ما هيش جراحه هينه برشا على خاطر عندي العصب نتاع اللي حرك الشفايف نتاعي والحراره فهمت دونك احنا والبلاصه في الجراحه اذا كان نحيو الغده اللعابيه ما نعرفش نغلم ممكن نحيو حاجه من البدن اسكو تنجم تاثر بلا العضو هذيك هو راهو الحمد لله الغده اللعابيه عندنا كعبه من اليمين وكعبه يسار وعندنا تحتهم كما قلنا كعبتين اخرين نتاع الغدد النكافيه وعندنا اللي تحت
الانسان وعندنا مئات الغدد الصغار جينيرالمون مش بتاثر برشا برشا على حساب يعني اللعاب. اما كي ناحي الغده هاني قلت لك لو ريسك نتاع شيروجي اللي هو الاعصاب الثمينه اللي هي بحذا في الجراحه هذيك واللي هي الجراحه دقيقه جدا وماهوش ساهل باش ميمسي نستعملوا راه ساعات الاجهزه اللي تعاوني ثم حاجه اسمها نيم تعاوننا باش نعرفوا العصب وين باش نبعدوا عليه. اما ساعات كيبدا العصب بيدو ممسوس في الورم باغ اكزومبل لأوني أوبليجي باش نحيوه كي باش نحيوه فما عوج باش يصير في وجه المريض فهمت باغ كونتخ حنا توا هذا في الأورام. أما في الحجر في الحصاء توا كيش أقول أنا ساعات توا كيبدا واحد عنده حجر في الكليوي ما باش نحي الكل والكل كيف كيف راهو وتوا اليوم ولينا نجمو نحكيو دو لا ميم فاسون في الغدد اللعابي عنده حجر في نجمو نحيوه نحيوه كيما قلنا يا إما بالمنظار اسونسيالمون بالمنظار هذايا لا سيالوندوسكوبي والا كان حتى بعيده وصعيبه ولا بعيده برشا الحجره ولا كبيره برشا نمشيو نحيوها باللافوا ميكست يعني نحل حاله صغيره برك مش حاله كبيره ما نمسش العصب السابع فهمت حبيت نقول لك اي جوست سؤال وحده جينيرالمون انا نعمل في لي كومباريزون بلي انا بلوز اون موا نعرفو دونك في الحجره نتاع الكليوي نعرف اللي هي تتفتفت و عندي احتمال ربنا عندي بيبي عمره 6 سنين ونص عنده شكل تحت لسانه يهبط بطريقه كيف غريبه انا حبيت نعرف معناها مشكل ولا ميت ولا حاجه اخرى. اشكال بتاع تحت لسان عند صغيرات ما عندوش علاقه بالغدد اللعابيه اما جينيرالمون نمشيو نحيوه في العمر بكري نحلوه الاشكال هذيك وسختو قلت لي عمره 6 اشهر دونك نجمو يعني تنجم تصير حتى في المكتب نتاع نتاع الطبيب يعني كي يبدا عمره 6 اشهر كي ما فوتش العام نجمو نعملوها حاجه خفيفه على الاخر يعني في مكتب الطبيب تحلوها علاش على خاطر هو من بعديك باش يقلقوا في لي تيتي ديجا كي باش تحط له بيبران ولا تيتين ولا حاجه ويقلقوا في الكلام في اللي والرا باش يتعلم يحكي دونك من المستحسن تنحي له اشكال على بكري وما عندوش علاقه بالغده اللعابيه. باهي يعطيك الصحه دكتوره نمشيو للمستير معنا مروان مرحبا بك مروان. الو عسلامة مرحبا تفضل مرحبا بك بالله سامحني انا توا فريت عمري 33 سنة نرقد معناتها توا في الليل ما تنتقش بها احنا بقى معناتها المخدة كلها مبقعة معناتها بك اللعاب معناتها وبرشا معناتها كيسة كبيرة يعني انت ترقد وفمك محلول يعطيك الصحة توا البريسك الحكاية هذه عندها توا 5 سنين 4 سنين معناتها تشخر ولا ما تشخرش في الليل؟ لا لا شو اللي يرقد وفمه محلول اهم حاجه نمشيو نثبتوا بالمنظار مش المشكل مع الغدد اللعابيه المشكل مع الانسداد الانف الهواء نورمالمون يدخل من الخشم يتعدى وراه ورا الحلق ويتعدى للرئتين كي يبدا ثم انسداد في الخشم ولا في الكهف ما وراء الخشم وفي الحلق وقتها العبد يحل فمه كي يحل فمه فما اون ستيمولاسيون دونك يخرج اللعاب هذيك فهمت دونك انا ننصحك تمشي تباشر طبيب الاذن والانف والحنجره تعمل المنظار وهو يقول لك علاش فمك ديما محلول كي ترقد فهمت ماهوش يعني فورسيمون مرض نتاع غدد لعابي. اها باهي يعطيك الصحه دكتوره نمشيو لصفاقس معنا رابعه مرحبا بك رابعه. عسلامة الو عسلامة عسلامة مرحبا بيك تفضل بيك عايشك بربي انا طلع لي ولسيس في جريجمي مشيت عديت عملت ايكو قال لي عندك ولسيس كبر 3 سنتيم وبحذاه هذا كابورات صغار مشيت تعديت لطبيب حلق واذنين ما عديت برشا مرات عنده كل شيء يقول لي ما عندك حتى شيء وانا يمسها معناتها ديجا كابوره بيدي والطبيب نتاع الايكو قال لي مدام يلزمك تعدي عليها معناتها تجبد منها حتى عينه يشوفوها لك شنو ولسيس هكا اذنين ما اقتنعش نعم ولسيس ولسيس اي ديجا للتو مقلقني الولسيس هو الغدد اللمفاوية ماهوش الغدد اللعابية اللي نحكيو عليهم في الحصة هذه هما الغدد اللمفاوية واحنا راهو في يعني اي انسان فينا عنده غدد اللمفاوية هذاك وين يصير جهاز المناعة متابع جهاز المناعة شنو اللي يبقى كي نعمل ليكوغرافي ثم لي غونغليون نورمو يعني المنظر نتاعهم عادي وحتى كي تمسها تقولي نمسها تنجم تكون منظرها عادي وفما اللي منظرها ماهوش عادي وقتها تصويره بالتلفزه توريها لطبيب الاذن والانف والحنجره وهو يفحصك مليح يشوف التصويره بالتلفزه ويقول لك اسكو تستحق منظرها عادي وما تقلقش والا تستحق باش ناخذوا منها عينه نوصلوا حتى ساعات نعملوا جراحه ونحيوها الولسيسه هذيك باش نحلوها فهمت؟ معناتها انا شنو وين نجم نمشي نكمل طبيب تهز التصويره نتاعك نتاع الاذن نتاع التصويره بالتلفزه وتمشي طبيب اذن وانف وحنجره وتوريه التصويره وتوريه انت شنو تحس
هو يفحصك ويقول لك ساعات انت راه تحس في غده عاديه لمفاويه ما تستحقش جراحه ولا تستحق عينه ولا حاجه، فهمتني؟ باهي ان شاء الله بلطف عليك. رابعة ان شاء الله لاباس. عايشك الدكتوره، بارك الله فيك. نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو التهابات الغدد اللعابيه. تنجموا تكلمونا على 31 380 الف. نمشيو لتونس، معنا منجيه. مرحبا بك منجيه. اهلا بك، عسلامه. عسلامه، مرحبا. عايزك تحدثنيش الدكتوره ان عندي في التنخيمه هيك خلقتني برشا، وحس برجنتي وليت منفوخه تو ما عندهاش حاجه كبيره كبيره. شنو هي المنفوخه سامحني؟ الجريج المقدم حتى اللحمه وليت لي هابطت لي. وحاجه فعلت في ميك ساعات نغص ما فهمتش شنو هي. قداش عمرك انت سامحني مدام منجيه؟ انا 45. باهي، تتكيف ولا ما تتكيفش؟ لا لا ما تتكيفش، لا. باهي. انت تقولي تنخيمه يعني تحس سوائل يهبطوا من وراء الخشم في الحلق. اي في الحلق، اي في الخشم. ما وجدتهاش في الستاريو. باهي. والنفاخ اللي تحس فيه وين بالضبط؟ في الحلق بتاعك؟ في الحلق تحت الدقنونه بالضبط. ايش عندها؟ تحت الدقنونه. باهي. اي في الجرجومه. اي قداش عندك؟ شهرين. شهرين يعني برشا راهو، دونك لازم نمشي نمشي لطبيب الاذن والانف والحنجره، يعمل لي منظار نازوفيبروسكوبي، منظار ما يوجعش، يدخل من الخشم، يهبط في الحلق، يثبت مليح شفمه في التريكن الداخل، عندنا برشا تريكن. باهي، دونك يثبت فيها بمليح مليح، وهو يقول لك شنو فما. تنجم تكون مشكله ما وراء اللسان، تنجم تكون مشكله في اللهي، دونك لازمك تمشي تعمل المنظار هذا عند طبيب الاذن والانف والحنجره، وتوريه الحاجه الكعبوره اللي انت تحس فيها، قلت لي، وهو ينجم يوجهك اسكو هو يشوفها حاجه بالمنظار كهو الا يستحق تصويره بالتلفزه ولا حاجه اخرى، فهمت؟ اما راي كان الحكايه عندها شهرين ما نستناش، راه نمشي نعدي ديما نوصي ما نستناش برشا. باهي، ان شاء الله يعطيك الصحه دكتوره، ان شاء الله بلطف عليك منجيه. نمشيو لبن عروس، معنا محمد. مرحبا بك محمد. عسلامة مدام. عسلامة سيدي، مرحبا. عسلامة دكتور. مرحبا بك سي محمد. بيك عايش. بربي دكتور، أنا من 2015 صار لي برشا قلق من الدخان، فهمت؟ أي شنو هو نوع القلق؟ طلعت لي والفيفا. شنو هو نوع القلق؟ القلق ضيق نفس وجايع، فهمت؟ من الدخان بطلته أنا. باهي. 2015 طلعت لي والفيفا صغيرة، مشيت مشيت عليها لبرشا طبة، فهمت؟ أي برشا طبة ما ينسجيت من الداخل، هي بجنب الحلق. فهمت؟ مشيت 2015 مشيت لسبيطار حبيب سامر، عملت عليها ليكو. فهمت؟ قالوا لي موجودة صغيرة ما تخوفش، قالوا نستناوها حتى تكبر. غدة لمفاوية، غدة لعابية، اش قالوا لك؟ جايتني في العصب بجنب بجنب الحلق، فهمتي؟ مش وسط الحلق. تحسها انت من برا ولا تحسها من داخل؟ لا لا لداخل، داخل كي ندخل. شوفوها هما بالمنظار يعني. لا لا مش بالمنظار، في وسط الحلق ما فما عندي حتى شيء. جايتني على جنب هي بجنب الحلق. فهمتك اي، فهمتك اي. قالوا لي نستناها تكبرش، فهمتي؟ من 2015 وانا نراقب فيها. تو عاودت. وحدك ولا مع الطبيب؟ لا لا بالطبيب، نمشي قاعد نمشي. تمشي له صحيتك. فهمت؟ 2015 قالوا لي نعملوا عليها ليكو واحد اخر، فهمت؟ باهي. عملت عليها ليكو واحد اخر ما صورهاش، يعملوا لي في تحاليل، هما كل ما يعملوا لي ليكو يعملوا لي تحاليل. فهمت؟ قالوا لي حالة نفسية، معناها هي 2000 توا بالنسبة لتوا في 2021 ولات تخنق فيا الدكتورة. فهمت؟ ولات تخنق فيا. عملت منظار ولا ما عملت؟ يتسكر عليه النفس. عملت منظار ولا ما عملتش؟ عملت منظار ما عندي حد شيء، هي جيتني على جنب. لكن كبرت يا دكتوره، كي نحط صبري نمسها يبسه، فهمتي؟ ليه كي تحط صبرك نمسها يعني مثلا ما نصورش كاني نفسي. خاطر المنظار ما تصورهاش. نقول لك عاود عاين. لا لا عاود عاين وفسر لهم اكثر. ومادام انت تقولي نحط صبعي في فمي نحسها وحاجه يابسه، سكو فما حاجه كعبور. مادام انت تحس فيها. وكبرت. لازم اي وقاعده ماشي وتكبر هكا ولا ماشي وتكبر ولت تخنق فيا يا دكتوره، ولت تعمل لي فجايع. عندي تمشي تعاود تعدي وتعاود تفسر اكثر وتاخذ وقتك مع طبيبك وتعاود كان لازم تصور حتى تعمل سكانير غنية غيم، لازم تعرف شنو هي نوعها الكعبوره هذه. مادامك تمس فيها راهي موجوده. اون بليس ماشي وتكبر، دونك فمي تفقدوها من توا. بالطبيعه بالطبيعه. من توا خي. باهي يعطيك الصحه دكتوره، ان شاء الله بلطف عليك محمد. نمشيو للقفصه، معنا هاجر. مرحبا بك هاجر. مرحبا. عسلامه. عسلامه يا هاجر. عسلامه. تفضل. مدام انا عندي بنتي صغيره تسك 7 سنين. عندها 3 سنين، كل عام تطلع لها مسخ تحت وجهها
خليجي مع تنسخ نتاع الريف هذيك قاعدة تنسخ مع تنسخ الغدة المكافية اللي كنت تسمع بالصوت تخمسني خاطر اليوم برك هذيك كبير عطاني جبت نكد فيك وقال لي كي تخش نشوفه معناتها نحلوا لك ولا نعملوا لها ايكو ولا حاجة ياسر مساعدتها برشا وديما دوختها وديما نفاخ تحكي فشلها معناتها كل عام كل عام زاد لها وطبيب الأذن والأنف والحنجرة هو اللي شافها؟ هزيتها برشا اختصاصات طبيب نتاع اليوم شكون هزيتها اختصاصه شناي؟ عام اليوم تبع عامي ملتهبة هي سخونة بلاصة نتاع أذنها و سخونة واليوم أحمرت شوي إي سكا عاملة باروتيديت دونك تشخيصه تاع زمين صحيح ولازم تاخذ الأنتيبيوتيك نتاعك ومن بعديك ننصحك نعملوا صورة بالتلفزة ليكوغرافي ونمشيو نشوفوا طبيب أذن وأنف وحنجرة باش نشوفوا تنجمش تكون الباروتيديت جوفينيل ريكورونت وإلا السبب يعني تخطم الالتهابات هذوما اللي يتعاودوا برشا مرات في الغدة النكافية عند الصغار مرض وحده فهمت اللي هو حكينا عليه قبيله نجم نداويوه بالمنظار هذا كيما تنجم تكون عندها حجره صغيره كيما تنجم تكون تعفنات برشا فمها ولا عندها برشا مثلا برشا سوسه والا التهابات وتعفنات في الفم اللي يكونوا هما سبب اللي ترجع برشا مرات التعفنات هذوم بي معناها دكتور حتى كان نعطيه دواء واحنا ما عالجناش السبب خاطر شغل ما عندك التهاب باش ياخذ دواء باش تبرى وفي الالتهاب شي على روحه ليلي. اما طونك هو ما ها ما ها شو شو امان كلمه التهاب كلمه نستعملوه في برشا حاجات وهذيك علاش تغلطنا وهذيك علاش تغلط المرضى التهاب سي اون انفلاماسيون منين جاي الانفلاماسيون هاو السؤال اللي لازم نطرحه منين جاي ما التهاب ما نقفوش فيه راه شنو هو السبب تعفن جرثومه كيما عمل زمينا نعطيها انتيبيوتيك والا احنا نوع الجرثومه فيروس شامبينيون فطريات سا ديبون تورم نجم يكون التهاب سبب نتاعو تورم راهو كونسي نجم يكون التهاب سبب نتاعو الحجره في المجرى فهمت في اي بلاصه في البدن التهاب ما نقفوش فيه التهاب ديما سؤال من شنو الالتهاب ديما نحاول نفهم من شنو جاي الالتهاب باش نجم نداوي فهمت برشا عباد ياخذوا انتي انفلاماتوار سيرتو با في الحاله ذي لا في كل الحالات لا فريمون هذوما لي زونتي انفلاماتوار وحدنا راهم يعملوا مصايب راهو يجيو المريض من بعد ياخذ وحده دي زونتي انفلاماتوار يجيب مشاكل يكون مشكله صغيره ما فيها حتى شيء يجيب مشاكل كبيره برشا ساعات بحربوشه وحربوشتين تاع زونتي انفلاماتوار دونك بربي بربي كان عندك وجيعه خذ ان باراسيتامول ميسالش والا مسكن نتاع بوش نتاع التهابات نتاع وجيعه وامشي عاين الطبيب اللي اقرب طبيب عندك في المستوصف في العياده في المستشفى في اللي تحب انت المهم امشي عايد وعالج السبب اللي هو في العاده حاجه خفيفه خير من اللي تاخذ دي زونتي انفلاماتوار ولا تزرق لا فاموز زريقه هذيك الكوكتيل اللي من بعديك راهو يعمل مشاكل كبيره برشا وبالحق يعني انا بيدي عشتهم الحاجات هذوما راهو نشوفوا مشاكل كبيره برشا من جره لي زونتي انفلاماتوار اللي ناخذهم وحدنا ناخذهم بالطبيب هو يقول لي نستحق ولا ما نستحقش اوكي يعطيك الصحه دكتور نمشيو لبنزرت معنا كريم مرحبا بك كريم سلام على السلامه على السلامه سي كريم الحمد لله عايش بليت حبيت ندخل معكم في الموضوع انا عندي تو 5 سنين التالي عملت عمليه على البلوند باروتيت اي تعديت انا عند عايش تعديت عند الدكتور عملت لي ليكو عملت لي كل شيء قالت لي عندك البلوند باروتيت تاعك فيها الحجر فهمتني وقالت لي عملت لي كيست كيست انا تفشفقت بها وقلقتني تنفخ لي يعني نبدا قاعد ناكل ونفطر رجل اموري تنفخ لي هكا كيس صغير وبعد هذاك كيس يفرغ فجاه ويجيني الواحد في فمي. اي هذا هو لو تابلو تيبيك. اي انا شكيت فيه هذاك قال لي شنو يتنفخ وبعد ما عادش نلقاه يتفش فجاه وما عادش نلقاه مشيت عديت انت عندك كيس انت والبلوند اللي عندك فيها الحجر قالت لي لازم نعمل لها عمليه قلت لها فماش فيها كذا قالت لي نعمل عمليه عملت لي عمليه نحيت قالت لي باش نحيي القشره الفوقانيه لهاك الفوقاني. زوفاسيال ايه؟ اي هذيك طريقه من طرق العلاج صحيح؟ اي قالت لي باش نحو الواحد الفوقاني كان فما حاجه خطيره ولا كذا نكملوا نحو اللوطاني. كلامها صحيح. نحكي لك على لسان هي خاطر انا. ايه كلامها صحيح ومعقول هذاك هو اللي يقول الطب شنو يقول في الحالات هذوما. اما توا فما طرق اخرى اللي حكينا عليهم اللي هما طرق جديده نحيوا الحصى بالمناظير اللعابيه. اي انت لاباس توا سي كريم 2016 الحمد لله عليك الحمد لله على سلامتك انا عملتها اي عملتها 2016 ما عاودتش المشكله يعني مشكلتك ما عاودتش ما عاودتليش المشكله هكا هو تحلت المشكله والحمد لله
وجهي ماهوش معوج كيما الاعصاب بس الف حمد وشكر حاجه خاطر هي قالت لي العمليه بريسي شويه وخمس سوايع انا تحت العمليه كلامها صحيح ويعطيها الصحه اللي العصب السابع على بيس هي رئيس قسم واحد الحمد لله يا رب نحب نشكرها نسمي اسمها ولا لا ربي ما نسميه حتى حد يعطيها الصحه وخدمه خدمتها وبارك الله فيها يعطيها الصحه والحمد لله على سلامتك يا سيدي اي بي يعطيك الصحه سي كريم ان شاء الله باللطف عليك دكتوره فما شكون يسال فينا اسكو في الامراض اللي احنا سميناهم تاع الغده اللعابيه الكلهم يعملوا سخانه والا لا لا مش كلهم يعملوا سخانه الحجره مش ديما تعمل سخانه تنجم تقول كيما المستمع اللي مازال كيتعادى يعطي نفاخ وبعد كده تفرغ وبعد نفاخ وتفرغ التورم يعطي نفاخ ما يعطي حتى شيء علاش انا ديما نقول تشخيص المبكر ثم نفاخ فما كعبوره كالكوبار في البدن ما نسكتش عليه نمشي نعدي عليها على خاطر ما تعطيش من الاول ما تعطيش شجاعه وما تعطيش سخانه وما تعطيش قلق اما بعد تبدا تسرح بشويه بشويه تبدا تكبر نمشي يعني مش كلهم يعطيو سخانه اللي يعطيو سخانه وين ثم التهابات وتعفنات اكثر باهي اسكو تنجم تعمل مشاكل مجيعة في الرقبة تبدا تعبك عندك شوية تنميل لهنا ولا لا؟ نجم اي نجم تعطي انت والبلاصة كي تبدا تكبر تدز على عصب ولا واحد نجم تعطي تنميل كي تنجم تعطي وجيعة تنجم تعطي سونساسيون تحريق يعني ثم حريق في البلاصة هذيك. باهي يعطيك الصحة دكتورة نمشيو لأريانا معنا بلال مرحبا بك بلال. عسلامة عسلامة مرحبا والله انا سمعت البرنامج يعطيكم الصحة في الموضوع هذا انا تعرضت للحاله هذه عندي بنتي عمرها 8 سنين ايه وجاء نفاخ تحت اللسان ايه اسم الله عليها عيشت هزيتها للطبيب الاول قال لنا خير القشره وصفا اها ايه مركزه معايا ان شاء الله اي نسمع فيك ابري دو جور تعاودت تنفخ بعد ما عملنا العمليه الاولى ابري دو جور تعاودت تنفخ معناتها شنو هي العمليه الاولى ما فهمتكش سامحني نحينا القشرة معناتها نحينا هو الطبيب قال نحيو القشرة قشرة شنو؟ القشرة نتاع الفخ اللي تحت لسانها ثم حاجة أنت لقيتها تحت تحت لسانها عملت تصويرة بالتلفزة وريت أن سنتيمتر أه دونك فما حجرة أه فما كيس فهمت فهمت تو فهمت تو فهمت الكيس عملت أن غنوية كيس مائي كيس لعابي أي صحيح الطبيب الاول قال نحيو القشره نتاع نحيو الكيس ونقشروه هكا صحيح اي مارسوبياليزاسيون اي دون تروا جور ما عاودت رجعت حتى شيء عملت واحده اخرى بحذاها ولا هي بيدها عاودت هي بيدها هي بيدها عملت عاودت رجعت دونك عاودنا حلينا ولا لا نظفنا ولا لا مشينا للطبيب الاخر قال نحيو الغده الصغيره باهي نحاها الكل خاطر عاودت الغده الصغيره واحنا وقت وقعنا كل بيرتيرباسيون نحيو ما نحيوش كذا لا لا في الاخر نحيناها ايه من وقتها لبس اي لا لبس انا حبيت فما حاجه اللي ممكن فاتت زوج طب اللي تعديت عليهم اي واللي يسمع فيها ممكن نفيدوا بها ايه انه وقتها بعد العمليه قال اعطيوها ايكال انتي انفلاماتوار شو اسمه هو ما نسميوه ما غير ما نسميوه عطيتها انتي انفلاماتوار باهي اي لا لا ما يسالش لا لا مش انا يجب نسمي على خاطر بعد ما نجحنا كان بالسيلكا فما دواء اسمه سيلكا ما نجمش نسمي دويات يا سي بليل مش هكاك راهي مصايبه راه قلت لك ما تسميش ما تسميش الله يخليك بارك فيك اي سمتك تو تفضل انا جيت حبيت خاطر احنا نسيت نقولوا جيست مضاد التهابات وكا تفضل مضاد التهاب اخر ما هو اللي ينفعها هي بنتك ينجم ويح غيرك يسمعوا ما يساعدهاش يمشي ياخذوا ما ينفعوش قبيله بركه كنا نحكيوا على المشاكل نتاع فهمت عوك عليه ريت يا سي بليل ما هاي كمل يا احنا قعدنا قلت لك بعد العمليه الثانيه شهرين وهي هي تنفخ وتتفش فهمتك اي ما وصلنا الحل كان بالدواء الثاني باهي حبيت نري معناتها نسمع راي الدكتوره في الموضوع هذايا اللي راي الدكتوره هو اللي هذيك صحيح كيس نتاع تسمى غنويات يعني نتاع الغدد اللعابيه الثانويه اللي بداو تحت اللسان يصير عند الصغار يصير ميم حتى نراه ساعات عند الكبار هو كيس لعابي لو تريتمون يعني كيفاش نداويه اون بروميي ليو نحلو كيما قال الطبيب يعني قشرو تسمى مارسوبياليزاسيون ما نحيوش كومبليتمون جوست نحلوه نفرغوه وكها ساعات في الحاله فما بعض الحالات اغلب الحالات لاباس يتحل المشكل فما حالات يعاود يرجع كي يعاود يرجع نوليو نتعداو للمرحله الثانيه نزيدو نوليو اكثر شراسه في التريتمون يعني نمشيو نحيوه الكل نقعروه الكل ونحيوه الكل فهمتوا بيان سور جينيرالمون كي نعملو باسكو هو يبدا معاه التهابات وكل نجمو نستعملو دويات وقتها طبيب شاف لي فما امكانيه ولازم ناخذ مضاد التهابات معين
اللي هو باش يفرهد المري. باه يعطيك الصحه دكتوره. ان شاء الله لاباس والحمد لله على سلامتها. ان شاء الله باللطف عليا سي بلال يعطيك الصحه. بارك الله فيك دكتوره. احنا وصلنا براتيكمون لاخر ليميسيون بتاعنا. بارك الله فيك. كانت بحضنا الدكتوره فرح الهديلي طبيبه مختصه في امراض وجراحه الانف والاذن والحنجره. ميرسي لشيماء في الاعداد، ميرسي الامين في الاخراج، ميرسي لزملائنا في اي اف ام تي في. كانت معكم هجر الحنيشي. باي باي في الامان.